السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله راكم بخير. اليوم في هذا الفيديو الجديد جبت لكم فكره مشروع شباب بزاف. يمكن البعض راح يشوفوا انه مشروع مستحيل او صعيب، مي في الصح هو سهل، جيست تكون خدام وتكون عندك اراده قويه وتنجح باذن الله. كثير من المشاهدين لهذا الفيديو راح يتسائلوا ويقول لك كيف نقدر نشري عتاد بالملايير. بون، في هذا المشروع مش شرط يكون عندك بزاف دراهم، تقدر تطلع من شاحنة صغيرة لعتاد كبير. وعوض ما تشري سيارة تدور بها بلا فايدة، تقدر تشري شاحنة صغيرة هربين وتطلع الماتريال خشين. مشروع اليوم هو عتاد الوزن الثقيل كيما الشاحنات والجرافات والرافعات. هذا المشروع يحتاج رأس مال معتبر، قادر تبدأ بشاحنة صغيرة، بعد ما تخدم وتطور من الخدمة تقدر تزيد تجيب كلارك أو كاميون كبير، ثم بعدها تطلع للجرافات مثل الكاز أو البوكلا والاغري. إذا ما عندكش رأس مال تقدر تستعين بأجهزة دعم الدولة مثل لونساج ولونجام للبدء في هذا المشروع. في هذا المشروع لازم لك بارك تحط فيه الشاحنات تاوعك، ويكون هذا البارك ذو مساحة مقبولة. بعد ما تلقى روحك تبدأ تخدم مع عامة شاب في نقل مواد البناء، بعدها تتعاقد مع شركات عمومية وخاصة مثل مؤسسات الأشغال العمومية وشركات النقل البري، وخاصة شركات النفط والغاز ومؤسسات بيع مواد البناء بالجملة. تقدر تخدم أيضا مع رجال أعمال وأصحاب مقاولات البناء، تنقل لهم الرمل والسيما والبريك، وتخدم لشوفير في العتاد تاعك وحارس للبارك بيعسك الماتريال. والخدمة ما تحبش لأنه دايما الناس تبني وتنقل وتخدم أشغال البناء. حاجة شابة في هذا المشروع أنه في أدرام كبار، الشركات راهي غي تزيد والخدمة راهي تتطور، خصوصا مع أن الجزائر بلد كبير وفيها تنقلات لكل الولايات. مكاش حاجة صعيبة، لازم تطور من التفكير تاعك وما تضيعش الوقت في حاجات تافهة، وتحاول تتعب وتخدم باه تنجح. كاين بعض الناس من بيلو الحق العتاد كبير، لازم تدير هدف بين عينيك وتإيفيتي التبذير وسوء التسيير تاع الدراهم. هذه هي ليكيب، ان شاء الله تكون عجبتكم فكرة اليوم. ما تنساوش تابعوني في القناة باه نحط لكم افكار ومشاريع جدد. ايا سلام.